بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في انجيل الاحد الثالث من كياك متقدم لنا الكنيسه الفصل من انجيل القديس لوقا الاصحاح الاول العدد 29 39 ل 56. قربنا على عيد الميلاد، فكويس جدا ان احنا نشعر بالاحتفال بالحياه. الله هو اللي بيهيئ التاريخ لقبول ميلاد ابنه الازلي بين البشر، وعشان يحقق الكلام ده بيدي اهميه لدور الامومه، دور مريم. هذا الحدث بيعده هو أيضا بحدث آخر فوق العادة مرتبط دايما بمعجزة الحياة، الإصابات، العجوز بتوضع في درجة الولادة. ابنها هيكون سابق للمسيح. إذن عندنا ميلادين كل منهما عجيب. احنا في مهرجان الحياة، وحيث الحياة لابد من أم. بيتكلم إنجيل النهاردة عن أمين بيتقابلوا مع بعض، إنجيل الزيارة. كل واحدة بتحمل في ذاتها حياة تم إخصابها بشكل يفوق الطبيعة، إليصابات ومريم مختلفتين بدون شك في السن والأمومة، لأنه الأولى بتحمل وهي متقدمة في السن بشكل طبيعي، الثانية بتحمل وهي شابة بدون مساهمة من أي رجل. لكن بنلاقيهم مع بعض بيتقابلوا عشان يحتفلوا بانتصار الحياة. بيتقابلوا الأمين واغتنوا بثمرة الحمل في أحشائهم، وكده بيتحقق هذا اللقاء في اللحظة دي بطريقة فائقة الطبيعة. التاريخين مختلفين ومع ذلك بيجتمعوا مع بعض عن طريق مخطط واحد، طبعا منسوج بدقة من العناية الإلهية. إذن الهدف الاثنين هدف لمعجزة عظيمة، وبيتقابلوا مع بعض. كل واحدة منهم بتحمل في أحشائها ابن، فلما بيتقابلوا مع بعض ما بيعدوش يتكلموا عن نفسهم، لا، هما الاثنين بيتكلموا عن الله، عن عظمة الله، عن تدخلات الله العجائبية. فعلا أمين قادرين على أنه يسبحوا يشكروا ويمجدوا الله. بدون شك الأمين دول أهدوا للكنيسة صلاتين رائعتين، نقدر نقول هما كنز الجماعة الكنسية المصلية. كلمات إليصابات بتدخل في السلام الملائكي، بينما تشكل كلمات مريم نشيد تعظم نفس الرب. لقاء مريم مع نسيبتها إليصابات وفي نفس الوقت اللقاء الأول ما بين السابق والمسيح، وبكده عمليا بياخد واقع تاريخي اللي بيقول عنه القديس لوقا في الإصحاح الأول العدد 15 عن يوحنا: سيمتلئ بالروح القدس وهو في بطن أمه. إليصابات بتشعر بالعلامة وبتحيي قريبتها الشابة بفرح وإكرام. طوبة، إذن طوبة هنا نقدر نقول التطويبات ما هماش بس ثمانية، هما تسعة، لأن أول طوبة هنا طوبة للتي سمعت وآمنت بما قيل لها من قبل الرب. أعزائي كل مؤمن مدعو عشان يرحل على مثال مريم العذراء عشان يحمل يسوع يعطيه للآخرين، وبكده الآخرين أيضا مثل إليصابات يترنموا
بمعجزات الرب وعمل الرب في كل واحد منهم. أمين.